الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المسلمون، ما أعظم النعمة التي يمنها الله على عبده إذا وفقه للإحسان لنفسه بفعل كل عمل صالح، ووفقه للإحسان إلى خلق الله بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فذاك الذي فاز بالخيرات ونجا من المهلكات. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ألا وإن الأخلاق الفاضلة والصفات الحسنة الحميدة لها عند الله تعالى أعظم المنازل، يثقل بها الميزان يوم الحساب ويزكو بها الكتاب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء في ميزان المؤمن أثقل يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. عباد الله، إن الرحمة من الخلق العظيم أودعها الرب في من شاء من خلقه، وحرم منها الشقي من الخلق. وقد رغب الإسلام في التخلق بالرحمة، وبعد الله على الرحمة الأجر الكريم والسعادة الدنيوية والأخروية. فقال تعالى في خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي أمته: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وأخبر الله تعالى أنه أرسل سيد البشر محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن ثواب الله للرحماء أن الله يرحمهم، ومن رحمه الله لا يشقى أبدا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن لا رحمة في قلبه فهو جبار شقي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وتطيب الحياة وتصلح وتزدهر بالتعاطف والتراحم بين المجتمع، وتشقى المجتمعات بالتظالم والعدوان وفقدان التراحم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم
مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاري ومسلم. والرحمة من أعظم خصال الإيمان وأجل أنواع الإحسان، والرحمة هي رقة القلب توجب بذل الخير ونفع المرحوم وكف الأذى عنه، وهي صفة كمال اتصف بكمالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من البشر دونه في هذه الصفة العظيمة. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأما صفة الرحمة لرب العالمين موجودة في كتاب الله، والنعم كلها في الدنيا والآخرة من آثار رحمة الله، تدل هذه النعم على رحمة الله الموصوف بها أزلا وأبدا كما يجب له ويليق به. قال الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. والرحمة في الإسلام يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى ببذلها لكل ما هو أهل لها حتى البهائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلوث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. وعن الشريد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة، ورأى قرية نمل قد أحرقناها فقال: من أحرق هذه؟ قلنا: نحن. فقال: إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وقد جاءت الشريعة بوجوب رحمة الضعفاء والمساكين والأيتام والمحتاجين، وبوجوب بذل الرحمة لكل أحد هو لها أهل، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا إلى أحسن الأخلاق. ثم: يا فوز المستغفرين، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، واسألوه وأنتم موقنون بالاستجابة. الحمد لله حمد الشاكرين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وقارن بين السبابة والوسطى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ حديث صحيح. وفي الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، رواه أبو داود. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله
والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اعملوا بأخلاق الدين القويم الذي رضيه الله لكم، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، واحذروا من أسباب قسوة القلوب وركوب المعاصي التي تغر والتي تقسي القلوب. فأبعد القلوب من الله القلب القاسي. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدني بأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. اللهم وفق ملك البلاد وسائر حكام العرب والمسلمين لتحكيم كتابك والسير على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت يا أخي أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر.